اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القرارات والاحكام. رول واحد، رأفت داوود نصيف سمعان لجلسه 13/10/22 للاطلاع على التقرير والمرافعه كطلب الدفاع الحاضر عن المتهم ونبه. باسم السيد ابو النور ابو النور ومحمود سعد حسن حسن العوادلي ومحمد محمد عبد ابو زيد ومحمود ابراهيم احمد عبده كماله ومحمد ابراهيم السيد علي محمد لجلسه 12/12/2022 للتقرير مع استمرار حبس المتهم الاول لتلك الجلسه وكلفت النيابه العامه باحضاره. محمود محمد علي احمد حجازي ومحمود عباس محمود حسن لجلسه 13/10/2022 لاحضار المتهم الاول من محبسه مع استمرار حبسه لتلك الجلسه وكلفت النيابه العامه باحضاره. شنوده خلف زكي رزق الله. فين شنوده؟ اللي يسمع اسمه رد. براءه يا شنوده. محمد متولي فاضل حسن. حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبة محمد متولي فاضل حسن بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10,000 جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزماته المصاريف الجنائية. رأفنا بك محمد المرة دي. هاني وحيد أحمد البهنساوي. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة هاني وحيد أحمد البهنساوي بالحبس 1 سنة مع الشغل وتغريمه 10,000 جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطين وألزماته المصاريف الجنائية. زكريا جلال السعيد جلال. فين زكريا؟ رد يا ابني. براءة يا زكريا. رضوان السيد إسماعيل أحمد. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة رضوان السيد إسماعيل أحمد بالسجن المشدد لمدة 6 سنين وتغريمه 100,000 جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطين وألزماته المصاريف الجنائية. عبد الهادي محمد عبد السلام محمد. يا حامد الأستاذ المحامي حاضر؟ طيب تنبه على محاميك لجلسة 13/10 بعد بكرة 2022 لحضور الطبيب الشرعي هاني عبد العزيز ملش كطلب الدفاع الحاضر مع المتهم لمناقشته وكلفت النيابة العامة بذلك مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة. رفعت الجلسة.